بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوان أخوكم الحاج بوزيان من مدينة مونس بلجيكا، جينا نشتركوا الفرحة وهذا العرس مع الإخوان المغاربة اللي جايين من أي يعني من بقعة ديال بلجيكا، من لياج، من فلندر، من مونس ومن فرنسا. ولكن حنايا كنعيشوا في بلجيكا، جبنا جوج الرايات. الراية الأولى الأم الله الوطن المالك، وجبنا معنا الاب، هي الرايات البلجيكيه. جا السيد النصاب الزروالي، جا حيد الاخوان، حيد لهم الرايه، ما بغاش يعني يرد لهم هاد الرايه. عياو معاه عياو معاه عياو معاه عياو معاه، ما بغاش يرد لهم الرايه. وثانيا جا بغى يعني تعدى علينا حنايا، حنا ما جيناش نتعداو على البشر هنايا، ولا حنا خوت، حنا ما كاين لا ريفي لا بيضاوي لا رباطي، لا حنا كلنا باسبور واحد، لا اله الا الله محمد رسول الله، الله الوطن الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. حنا الان متواجدين بباريس، جينا باش نشاركوا في هذه التظاهره اللي هي تظاهره سلميه، وجينا بالعالم المغربي والعالم البلجيكي، لان احنا قاطنين بلجيكا من مدينه مونس. وهذاك ما يسمى بيوسف الزروالي جاء تجرا وحيد لنا الدرابو ديال الرايه البلجيكيه، قال لك ممنوعه. ما عرفتش علاش، شكون اللي عطاه هذا الحق هذا، وشكون اللي خول ليه هذا السلطه كلها باش يتجرا هكا. مني بغينا ناخذوا لازميتو بدا كيتعسف علينا، وبدا كيهذا بحال شي واحد اللي هو راه فوق السلطه وفوق العاده وفوق بحال ما يحصروا حتى شي واحد. ولكن الحمد لله، عاش عاش الوطن والملك، والله ينصر سيدنا. والسلام عليكم. كاينين واحد جوج ولا ثلاثه تقلقوا علاش نزلنا الرايه البلجيكيه، لانه حنا في الحوار ديالنا قلنا عافاكم نادي نجيو تهز الرايه وحده هي الرايه المغربيه، وفيديو راه موثق. اما الناس ديال بلجيكا راه خوتنا وحبابنا، والله يعمرها دار. كاين اللي تيبغي، كاين اللي جاي ما جايش باش يشوف مغاربه، مي شافنا نجحت الوقفه جا وما عجبوش الحال. بلجيكا خوتنا، هولندا خوتنا، فرنسا خوتنا، اسبانيا خوتنا، الجاليه المغربيه كالخوت. لا داعي واحد انسان واحد حاجه صغيره يكبرها، لانه ما بغاش هذه الوقفه تنجح. واللي تيقول شي حاجه راه كاين الله سبحانه وتعالى. واللي قال فيها شي كلمه خايبه، كاين واحد جا قال، انا قلت، جا واحد السيد سب عمر بن الخطاب، قال له علاش ما رضيتش عليه، قال له شكرا للحسنه التي اتتني ولم اتعب عليها. ولكن حنا الناس جاو من العالم على الرايه وحده. انا بلجيكا رايه ديال البلاده، ولكن حنا جينا على الرايه اللي تحرقات، ولا لا خوتي تحرقات المغربيه. ولكن بلجيكا الله يعمرها دار، فرنسا الله يعمرها دار. اذا حنا تعترفوا ببلجيكا وتعترفوا بفرنسا، وبلجيكا راه مع المغرب، وكاينين برناماليين مغاربه بلجيكا. والله ينصر كاع الشعب البلجيكي كامل.